بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كده هنعرف إحنا هناخد إيه. أنا عندي المنهج بتاع الفيزيكس ده عبارة عن 8 شابترز، بص كده. هو إحنا هندرس إيه السنة دي؟ عند أول شابتر كده بيتكلم عن الإلكتريك كارنت. زي إلكتريك كارنت، اتفضل يا محمود. بتقول يا محمود مش سامع كويس، معلش. بالنسبة يا محمود، أنت عربي، أنت بس معلش هتتواصل مع ميس أمنية، لأن أنت لك حصة غير الحصة دي، هو الميعاد ده لغات. تمام؟ إن شاء الله، ماشي يا حبيبي، نورت ال طيب. يبقى أنا عندي شباب، الفيزيكس هي عبارة عن 8 شباتر. الشابتر الاولاني ده بيتكلم عن الالكتريك كارنت و اومز لو، في عند قانون اسمه قانون اوم. تمام. الشابتر ده هناخد فيه ايه؟ انت خدت فيه اعدادي اللي هي السيمبل الكتريك سيركت بالشكل ده، وخدت الالكتريك كارنت. فاحنا هنتعرف بقى يعني ايه من الاول خالص، يعني ايه الكتريك كارنت، وايه هو السيمبل لوز اللي بنطبقها على الالكتريك سيركت. فالكلام ده هنبدا من الاول خالص، ناخد الكرنت انتنسيتي، وناخد البوتنشال ديفرنس، وناخد الريزيستنس، وناخد الباور، ونعرف الورد. فهناخد حاجات كتير قوي متخصصه في الالكتريك سيركت بس ده، ودي ان شاء الله اللي هنشرحه النهارده. طيب شابتر 2 ده بيتكلم عن ايه؟ شابتر 2 ده بيتكلم عن الماجنتيك افكت، ذا ماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك كارنت. ايه الماجنتيك افكت للالكتريك كارنت؟ بيقول لك لو انت عندك الكتريك واير، عندك سلك بالشكل ده، وفي الكتريك كارنت مر فيه تيار كهربي، لقوا ان يعني في ماجنتيك فيلد كده بينشا نتيجه للباسنج بتاع الالكتريك كارنت. يعني من الاخر، لو انت عندك، خلينا نتكلم بصوره اوضح شويه، وان شاء الله بعد كده في الشرح هنشرح بالتفصيل، ان انت لو عندك سلك ومش في الكتريك كارنت هيتحول لماجنت. الكلام ده مش في السلك بس، لو انت عندك سيركلر لوب كده، لو انت عندك عبارة عن سيركل أو بنسميه ملف دائري، ده برضو بينشأ فيه ماجنتيك فيلد، يعني يتحول لماجنت بس بشكل تاني. برضو لو أنت عندك سبايرال كويل أو ما اللي احنا بنسميه سولونويد، ده بينشأ فيه برضو ماجنتيك فيلد، بيبقى شكله مختلف شوية. ده موضوع شابتر 2. في شابتر 2 هنتعرض لبعض اللي هو الايه؟ الديفايسز اللي انت بتستخدمها في قياس الالكتريك كارنت، زي جهاز الاميتر مثلا او جهاز الفولتاميتر، وفي جهاز عندنا ثالث كده بنسميه الاوميتر برضو، ده يعني ميجر ريزيستنس. ف في جزء خاص بالماجنتيك افكت، وفي جزء خاص بالايه، بالالكتريك ديفايسز. ده موضوعنا في شابتر 2. طيب تعالوا كده نشوف شابتر 3 بيتكلم عن ايه. انا عندي شابتر 3 ده بيتكلم عن حاجه اسمها الالكترو ماجنتيك اندكشن، وده عكس شابتر 2. شابتر 2 دلوقتي احنا قلنا لو في عندي الكتريك كوندكتور، عندي مثلا سلك ولا حاجه ماشي فيه الكتريك كارنت، هيديني ماجنتيك فيلد. احنا عندنا ده عكس، لو انا عندي ماجنتيك فيلد، ولو عندي مثلا كوندكتور اتحرك في الماجنتيك فيلد ده زي الدينامو مثلا كده، يعني بدأ حصل موفمنت ليه اللي هو الالكتريك
كويل ده هتبص تلاقي فيه الكتريك كارنت بيتكون، هتبص تلاقي فيه كارنت بيتكون، وبيتكون فيه اي ام اف او ما تسمى انديوزد اي ام اف. يبقى انا عندي فكره شابتر 2 ان لو في كوندكتور هيتحول لماجنت، ولو انا عندي فكره شابتر سي عباره لو ان في كوندكتور اتحرك فيه ماجنتيك فيلد هينشا فيه الكتريك كارنت. يبقى شابتر 3 عكس شابتر 2 او المكمل لشابتر 2 او الاثنين عكس بعض. طيب شابتر 4 بيتكلم عن ايه؟ شابتر 4 بيتكلم عن حاجه اسمها الالترنيتنج كارنت. بالنسبة يا خالد، سمعني يا خالد؟ نعم، سامعك يا أستاذ. طيب عارف انت انواع الالكتريك كارنت؟ انا لا عندي صراحة الالكتريك كارنت احنا بنقسمه لنوعين، في منه حاجة اسمها الدي سي وحاجة اسمها الاي سي. الدي سي ده هو الدايركت كارنت، والاي سي اللي هو الالترنيتنج كارنت. ايه الفرق ما بينهم؟ انا عندي الدي سي ده الكارنت انتنسيتي بتبقى كونستانت مع التايم بالشكل ده، فاحنا بنقول ان هو ليه كونستانت انتنسيتي وكونستانت دايركشن، ما بيبقى ثابت ما بيتغيرش. انما بالنسبه للاي سي اللي هو الالترنيتنج كارنت لا بيبقى متغير شويه، يعني بيبقى بالشكل ده، بياخد شكل الساين ويف. طبعا انت عارف شكل ده الساين فانكشن، الساين بتاخد الشكل اللي ايه الويف ده، فهنا بيبقى نصه في البوزيتيف دايركشن والنص الثاني في النيجاتيف دايركشن وهكذا. طيب يبقى انا عندي مش لازم، يعني ده محور اكس اهو وده محور واي، ده التايم ودي الكرنت ايه انتنستي. يبقى اذا الفرق ما بين الدي سي والاي سي ان الانتنستي بتتغير في الاي سي وكونستانت في الدي سي. بالنسبه للدايركشن، الدايركشن يوني دايركشن في الدي سي، انما يعني ليه تو دايركشن في الاي سي. فاحنا هناخد الالترنيتنج كارنت، وفي عندنا كده ايه هناخد حاجات جديده في السيركت اول مره تشوفها، حاجه زي الكاباستور، حاجه شبه الباتري كده بس الايه الشرطتين بتوعها قد بعض بالظبط، وهناخد حاجه اسمها الكويل. احنا طبعا انت خدت في اعدادي حاجه بس اسمها ريزيستنس، انما احنا هناخد يعني ايه حاجات جديده في الالترنيتنج ايه سيركت او الالترنيتنج كارنت سيركت. طيب بعد كده شابتر 5 انا نعم. عندي شابتر 5 ده تبع المودرن فيزيكس، يبقى كل اللي فات ده كان بيتكلم عن الالكتريستي. شابتر 5 ده بيتكلم عن المودرن فيزيكس. ايه المودرن فيزيكس دي؟ الفيزيكس زمان قسموها او الفيزيكس عموما بنقسمها لحاجتين، في عندي الكلاسيكال فيزيكس وفي عندي اللي هي الايه المودرن. الكلاسيكال فيزيكس دي لو انت فاكر الراجل اللي اسمه ايه نيوتن، نيوتن ده فاكر موضوع الشجرة والتفاحة ولما وقعت اللي هو ايه جذبين جاب اللي استنتج اللي هي اللو او الجرافيتي لو، اللي هو كان بيقول ايه، كان بيقول ان الاف جي ايكوال جي ام 1 ام 2 ديفايد الار سكوير. فهو كان بيوصف ايه؟ كان بيوصف فيزيبل اوبجكتس، حاجات هو شايفها بعينيه. فالكلاسيكال فيزيكس او الكلاسيكال ميكانكس دي بتنطبق على الماكرو سيستمز، يعني ما بين اجسام كبيره انا اقدر اشوفها. انما المودرن لا، المودرن بقى بتنطبق على الحاجات الصغيره زي الالكترونز. اكيد الالكترونز القوانين اللي هي بتحكمها غير اللي هي الايه يعني الحاجات اللي لها لارج ماسز او الحاجات اللي عينيا تقدر تشوفها، انا عينيا ما بتشوفش الالكترونز، وبالتالي بنطبق عليها ما تسمى بالكوانتم ميكانيكس، والكلام ده انت سمعت عنه في سنة تانية كيمستري.
ميزانية كوانتم. الكوانتم اللي الراجل بدأ فيها كان راجل اسمه نيلز بور، اللي قال والله ده الانرجي از كوانتايزد، انا عندي الطاقه دي بتبقى عباره عن كوانتمز، والكوانتم ده حاجه كده يعني ايه، ما عباره عن وان شوت، يعني مثلا لو ان في اتوم هتطلع من ليفل لليفل، في الكترون هيطلع من ليفل لليفل، هياخد وان شوت او انرجي معينه عشان يتحرك ما بين التو انرجي ليفل دول. ايه الكلام اللي هو بتاع سنه تانيه ثانوي كيمستري. طيب الشابتر 5 ده بقى هيناقش ايه؟ هيناقش حاجه اسمها الدول نيتشر اوف ويف اند بارتكلز، وده بيجي عليه اسئله مهمه جدا في الامتحان. ايه الدول نيتشر دي؟ كلمه دول معناها مستوى، ونيتشر ليه طبيعه. لو انت فاكر كان في الالكترون كان ليه طبيعه مزدوجه، لو انت فاكر في راجل كده اسمه ايه، فاكر حد كده اسمه ديبراولي. ديبراولي ده اتكلم على ان الالكترون عباره ان هو ليه ماس وليه ويف. كذلك ان شاء الله انت في المودرن هتكتشف ان الفوتون، يعني اللايت بيتكون من فوتونز، والفوتون دي برضو الفوتون ده لايت. طب هل اللايت ده عباره، احنا عارفين انه عباره عن ويف، لا، وبرضو ليه ايه، ليه ماس. يبقى الفوتون ليه ماس وليه ويف، والالكترون برضو عباره عن ايه، ليه ماس وليه ايه وليه ويف. ده الشابتر هيناقش الحاجات دي، وهتعرف حاجات جديده زي الالكترون ميكروسكوب وازاي بيصور. اخدت طبعا الالكترون ميكروسكوب في البايو بتاعت سنه اولى، عرفت ان هو يعني لولا هو ما كناش اكتشفنا مثلا الميتوكوندريا، يعني الماجنتيزم بتاعه او الماجنيفيكيشن باور بتاعته اكتر من مليون مره، يعني يقدر يورينا اي حاجه، نقدر نشوف الفيروس حتى. طيب ده كده بالنسبه لشابتر 5. على كده ناخد شابتر 6. ده بيتكلم عن حاجه، بيتكلم عن الاتوميك سبيكترا. ايه الاتوميك سبيكترا ده؟ فاكر موضوع بور، احنا كنا بنقول لو انا عندي اتوم وحصل يعني حصل اكسايتيشن، الالكترون ده هيطلع من ليفل لليفل وهيقضي وقت معين ويرجع تاني ويطلع لي حاجه اسمها الاميشن سبيكترا. دراسه الاميشن سبيكترا دي هناخدها في شابتر 6. طيب شابتر 7 بيتكلم عن ايه؟ شابتر 7 ده بيتكلم عن الليزر. والليزر انت طبعا شفته بس ما تعرفش هو بيتكون من ايه. الشابتر ده بيتكلم عن ازاي الليزر بيتكون. ده بيبقى مادة هنا موجودة كده، دي الاكتيف ماتر بتاعتي، وبنحطها جوه ريزونانس كافيتي انبوبة كده، وبنحط هنا مرايتين، والمرايتين بيكونوا كونكيف بالشكل ده. فيهم واحدة ما بتبقاش 100%، يعني ممكن تبقى سيمي بيرميبل ميرور، تقدر ان هي تعدي بعض اللايت، فبتعدي الليزر من هنا. فالليزر دي عبارة عن ريز بتتكون نتيجة للاكسايتيشن بتاع الاكتيف ميديم. ليه انواع كتير جدا، ان شاء الله باذن الله نبقى ناخدها، وانا عندي انا في المعمل بتاعي هنا في ليزر كويس قوي، هبقى افرجك عليه واعرفك هو شغال ازاي. طيب شابتر 8 ده بيتكلم عن المودر الكترونكس. طبعا احنا بندرس فيزيكس وانت راجل علم رياضه، فهتطلع ان شاء الله مهندس. بعض من الأقسام المهمة جدا في الهندسة اللي هي الإلكترونيكس. طب هل بتاع الإلكترونيكس ده اتعلم إيه؟ اتعلم المودرن سيركت، يعني أنت زي ما قلت لك كده في حاجات جديدة في الإلكتريك سيركت هتعرفها زي الكباستور، ده بنرمز له بالرمز سي. في عندك حاجات زي الكويل، في برضه حاجات مهمة جدا
زي حاجة كده اسمها الدايود. دي هتلاقيها في رموز الالكتريك سيركت اللي انت ممكن لو انت فتحت حاجة في الكمبيوتر كده وكتبت دايرة التلفزيون او دايرة الراديو او دايرة الموبايل، هتلاقي الرمز ده كتير قوي مرسوم على الورق. تمام؟ فالمودرن الكترونكس حتى فيها مدخل كويس جدا للبروجرامينج. لو انت مثلا عمرك تخيلت كده الكمبيوتر بيفهم الكلام اللي احنا بنقوله ازاي، يعني ازاي ان انا بكتب له كتابة وبيقدر يعمل لها عملية يعني يترجم وبعد كده ان هو يقوم ببعض العمليات لوحده. دي نتيجة للغة كده ان شاء الله هنتعلمها مع بعض في شابتر 8 اللي هي لغة الزيرو والوان. الزيرو دي بترمز لان الدايرة بتاعتي اوف، والوان بترمز ان الدايرة بتاعتي اون. دي الحاجات اللي الكمبيوتر انت عايز تقول حاجة؟ استاذ برمجة زي بايثون وكده. يعني هي مدخل للبرمجة، لان احنا طبعا احنا الفيزيكس انت بتهتم بالمودرن سيركت والكلاسيكال سيركت، فازاي الكمبيوتر هيفهمك؟ ما هو الكمبيوتر ده عبارة عن بعض الالكتريك سيركت بس، فازاي انا هفهم الدايرة الاوردر؟ ففي مودرن الكترونكس احنا بنقدر ان احنا نبرمج بيه عن طريق اللغه اللي احنا هنتعلمها اللي هي الزيرو والوان. تمام؟ وحاجات جميله جدا يعني، دي شابتر 8 من الاسئله اللي انت هتحبها ان شاء الله في الامتحان. تعالى كده بقى مع بعض كده نبدا الشابتر الاولاني اللي هو الالكتريك كارنت واوم لوب، اللي هو شابتر 1 اللي هو ذا الكتريك كارنت and ohms law. السؤال اللي بنسأله هنا يعني ايه الكتريك كارنت؟ بيقول لي لو انت عندك كبر، يعني مثلا كبر واير زي كده، الكبر واير ده لو انت بصيت له هتلاقي هو عبارة عن اتومز، والاتومز دي عبارة عن بوزيتيف نيوكلس وعنده بعض الفري الكترونز. يعني في بعض الفري الكترونز، لو انا كبرت الشكل ده كده هتبص تلاقي بعض الفري الكترونز النيجاتيف اللي موجوده جوه الاتومز دي. الالكتريك كارنت ده عباره عن الفلو بتاع النيجاتيف تشارج، يعني الفلو اوف نيجاتيف تشارج هو ده الالكتريك كارنت. يبقى انا لو انا عرفت الالكتريك كارنت هقول هو عباره عن ايه؟ الفلو اوف الكتريك او النيجاتيف تشارج. طيب السؤال هنا، هل التشارج دي بتتحرك لوحدها؟ خالد برد والمايك مقفول. لا طبعا استحاله تتحرك لوحدها، في عندي شرطين عشان يبقى فيه الكتريك كارنت. يعني انا عندي تو كونديشنز مهمين جدا اللي هم ايه، عاوزك كده تفكر. طاقتين electricity و لا heat و شاف بص، اول حاجه لابد ان انت يكون عندك الكتريك سورس، لازم يكون عندك فيه باتري. تمام؟ يعني الدايره بتاعتي بتبقى بالشكل ده لازم يكون فيها باتري. تمام؟ الباتري بتبقى عندنا بنعملها شفطتين كده، القصيره دي هي النيجاتيف والطويله دي هي البوزيتيف. تمام؟ يبقى عشان يحصل الكتريك كارنت لابد بيكون في تو كونديشن. الشرط الاولاني ان انا يكون في عندي الكتريك ايه؟ سورس، اللي هو اللي احنا بنسميه ايه؟ الباتري. طيب ايه تاني؟ ايه الشرط التاني؟ شايف السيركت اللي موجوده دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلوزد سيركت، يبقى انا لازم يكون عندي فيه كلوزد سيركت. يبقى الالكتريك كارنت عشان يحصل لابد من وجود شرطين، اول حاجه وجود السورس، تاني حاجه وجود ايه؟ كلوزد سيركت. طب السؤال هنا، اشمعنى الكبر هو اللي بيوصل الكهرباء؟ يعني ليه
الكبر بيوصل مثلا والخشب ما بيوصلش. احنا ان هو بنقسم، اتفضل عشان هو good conductor of electricity بتقول ايه يا خالد؟ عشان هو good conductor of electricity الله ينور عليك. بص احنا بنقسم المواد عندنا لثلاث حاجات، في عندي كوندكتورز، وفي عندي انسليتور، وفي عندي سيمي كوندكتور. بص الكوندكتورز دي بتوصل، هل يا ترى بتوصل ليه؟ هل دي بيكون فيها لارج نمبر اوف الكترونز؟ يعني فيها عدد كبير جدا من الالكترونز. طيب الانسليتور بقى، المواد العازله، توقعاتك هتبقى عامله ازاي؟ I have large number of electrons, I can conduct أحسن صح؟ ما فيهاش الكترونز خالص. يعني الانسليتور أنا زي سيليكون البلاستيك والحاجات دي ما فيهاش أنا سيليكون الكترونز. صح؟ اه طب السيمي كوندكتور، كلمه نفس سيمي نفس كوندكتور معناها اشباه الموصلات، اللي هي يعني ايه ان بتوين. فدي هيبقى فيها الكترونز ان بتوين مين؟ الكوندكتور والايه؟ يعني انترميديت بتوين اللي هو الكوندكتور والايه؟ والانسوليتور. وحاجه كده ان شاء الله هنعرفها في شابتر 5، او اسف شابتر 8، ان لما بسخن السيمي كوندكتور الكوندكتيفيتي بتاعتها بتزيد. طيب زي مثلا الكمبيوتر عندك، لو انت مشغل الكمبيوتر هتبص تلاقيه بيهنج في الشتاء. ليه؟ لان عمليه اللي هو الديبريشن في التمبريتشر دي بتقلل الموفمنت اوف الكترونز. فعشان كده احنا بنحتاج الكمبيوتر يبقى سخن او التمبريتشر بتاعته عاليه شويه، عشان يعني البروسيسور بتاعه يبقى شغال كويس. الكوندكتور عندك زي الكبر وزي الاير، معظم الميتال او الترانزيشن اليمنت زي ما هتاخد في الكيمستري هتلاقيها كوندكت كاركترستيك بدرجه كبيره جدا. الانسليتور زي ايه؟ زي الوود والبلاستيك. عندك الخشب والبلاستيك ما بيبقى فيهم الكترونز خالص. السيمي كوندكتور زي السيليكون والجرمانيوم، دول سيمي كوندكتور، دول لما بنسخنهم الكوندكتيفيتي بتاعتهم بتزيد. طيب يبقى نقول ثاني كده بسرعه، الالكتريك كارنت هو عباره عن الفلو اوف الكتريك تشارج. طب الفلو ده بيحصل لوحده ولا قال لي لا ده بيحصل ايه؟ اندر افكت اوف الكتريك سورس وكلوزد سيركت. يعني لازم الشرطين دول يكونوا موجودين، لازم يكون في مصدر للانرجي اللي هو الباتري، ولازم يكون في عندك دايره مقفوله اللي هي الكلوزد سيركت اللي يمشي فيها الالكتريك كارنت. طيب انا عندي المواد بنقسمها لثلاثه، في عندي كوندكتورز زي الكفر والاير، وفي عندي انسوليتور زي الوود والبلاستيك. الكوندكتورز بيبقى فيها لارج نمبر اوف الكترونز، انما الانسوليتور ما فيهاش الكترونز خالص، بيبقى فيه يعني كده ما فيش فري الكترونز. هو في طبعا في الكترونز بس ما فيش فري، لان اللي هي بتوصل هي الفري الكترون. السيمي كوندكتور زي السيليكون والجرمانيوم دي بتبقى ان بتوين الكوندكتور والانسيليتور، والكوندكتيفيتي بتاعتها انكريز باي انكريزنج الايه؟ التمبريتشر. تمام؟ طيب ناخد كده جزء. هو بص يا خالد الزوم هيفصل بعد دقيقة، أدخل تاني إن شاء الله في لينك تاني هيوصلك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تعالى كده نرسم سيركت بسيطة ونتكلم على الدايركشن اوف ذا الكتريك كارنت. هل يا ترى الكرنت ده بيمشي منين لفين؟ طبعا احنا قلنا الباتري بتبقى الشرطه القصيره دي نيجاتيف والشرطه الطويله هي البوزيتيف. هل يا ترى الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف ولا بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف؟ ده اللي هنتعرف عليه. هل احنا عندنا اتجاهين للكرنت؟ في عندي اتجاه تقليدي اللي هو التراديشنال،